عاملين ايه؟ دلوقتي احنا هنتعلم ازاي ننسق الالوان باستخدام عجلة الالوان. يعني عجلة الالوان دي هتكون زي مرشد لينا، هتعرفنا ازاي ننسق الالوان مع بعضها كويس. ولو عايزين تعرفوا ازاي تعملوها، انا عملت فيديو ليها على القناة، هحط لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف. دلوقتي اول حاجة، لو انا عايزة انسق الالوان بحيث ان هي تكون هارموني مع بعضها. يعني ايه هارموني مع بعضها؟ يعني تكون متجانسة وهادية مع بعضها، والالوان كلها ماشية مع بعضها، مفيش حاجة مختلفة عن بعض. يعني الوان توحي بالراحة النفسية، يعني ما يبقاش في حاجات يعني شاذة قوي عن الموضوع. فهعمل ايه؟ هختار مثلا لونين جنب بعض او تلات الوان جنب بعضها، يعني مثلا الاصفر الاخضر الليموني والاخضر، او ممكن اختار الازرق مع الموف المزرق مع الموف، او لو انا اختار لونين بس هختار مثلا الازرق مع الموف، او مثلا الازرق مع الاخضر الغامق. فاي لونين جنب بعضها، او لونين جنب بعضهم، او اي تلات الوان جنب بعضهم، او اي عدد من الالوان جنب بعضه، ممكن اعمل بيه مجموعة لونية وتبقى متجانسة مع بعضها وتبقى حلوة جدا وتدي راحة نفسية. الالوان اللي هي المتقاربة مع بعضها دي بتوحي بالراحة. تمام. لو انا بقى عايزة اعمل مجموعة لونية يكون فيها كونتراست، يعني يكون فيها تناقض، يعني ادخل الوان مع بعضها يكونوا مختلفين عن بعض بس في نفس الوقت يكونوا لايقين مع بعض ومدين حركة كده والشكل حلو، فعندي كذا طريقة. اول طريقة ان انا اختار اي لونين قدام بعض، زي ايه؟ زي البرتقاني المحمر مع الاخضر المزرق او الاخضر الغامق قوي ده، او الاحمر مع الاخضر المتوسط، او الاصفر مع الموف، او الازرق مع البرتقاني المتوسط، او اي بقى لونين قدام بعض في عجلة الالوان، اي لونين متقابلين، يعني اي لونين قدام بعض كده بالظبط. تمام. عندي طريقة تانية، وهي اني اعمل مثلث متساوي الاضلاع. مثلا المثلث من اول هنا لحد هنا لحد هنا، ويجي هنا برضو، يعني هسيب تلات الوان ووصل وحط هنا نقطة، واسيب تلات الوان وحط هنا نقطة، واسيب تلات الوان وحط هنا نقطة، ووصلهم ببعض. ممكن اعمل المثلث بقى في اي اتجاه مع اي الوان انا عايزاها. ممكن اعمل المثلث من اول هنا مثلا، احط نقطة، هسيب تلات الوان وحط هنا نقطة، واسيب تلات الوان من هنا وحط هنا نقطة، ووصلهم مع بعض، هيديني مثلث، فهتبقى الالوان دي بتليق مع بعضها. ممكن اعمل المثلث بقى مع اي الوان انا عايزاها. فهمتوا الفكرة؟ ممكن برضو مربع. لو انا عايزة اعمل مربع هعمله ازاي؟ هسيب لونين واعمل خط من هنا، هعمل نقطة من هنا ونقطة من هنا، وهوصل دول ببعض. تمام. واسيب لونين من هنا، وهيبقى هنا نقطة، وهوصل دي بدي. هسيب لونين من هنا، هيبقى هنا نقطة، وهوصل ده بده وده بده، عشان اعمل مربع جوه الدايرة. هسيب لونين ما بين كل لون هختاره. طلعلي ايه هنا؟ الاصفر، طلعلي الاورنج المحمر، طلعلي الموف، وطلعلي الاخضر الغامق. معنى كده ان دول بيليقوا مع بعض. ممكن برضو المربع اعمله مع اي الوان انا عايزاها. ممكن اعمله كده، هيبقى كده، ثواني، كده مثلا. ممكن اعمله باي طريقة انا عايزاها، يعني علشان اكون المجموعة اللونية اللي انا عايزاها. ممكن اي شكل هندسي متساوي الاضلاع احطه جوه الدايرة، هيطلع لي الوان بتتناسق مع بعضها.
كل دي طرق بتعمل لنا الوان تدي كونتراست. تمام، عندنا طريقة تانية، وهي ان انا مثلا لو عندي هنا لون، احنا مش قلنا اللون اللي قدامه بيليق عليه؟ طب ما ممكن كمان اللونين اللي قدامه يكونوا بيليقوا عليه، يعني اللون ده مع اللونين دول، او ده مثلا مع اللونين دول. فعادي جدا ان ممكن بدل ما لون واحد قدام اللون ده يكون بيليق عليه، لا ممكن لونين، ممكن ثلاثة، عادي جدا. فتقريبا كل الالوان بتليق على بعضها، بس هي الفكرة انهي درجات الوان احطها مع بعضها. واتمنى تكونوا استفدتوا النهاردة. كده شرح النهاردة خلص. اتمنى يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا.